أنا اسمي دكتور محمد فؤاد عبد اللطيف، مدرس الأشعة التشخيصية بكلية طب قصر العيني. جاي النهاردة أشارك في المؤتمر العربي للأشعة في مكتبة الإسكندرية، وعندي محاضرة بتتكلم عن دور الأشعة التشخيصية في متابعة مضاعفات حالات جراحات التخسيس. طبعا زي ما كلنا عارفين ان جراحات التخسيس في الاونه الاخيره بقت منتشره بصوره كبيره، لان هي في الحقيقه بتمثل حل فعال على المدى الطويل لمرضى السمنه، فبالتالي بدات مضاعفاتها تبان وبتمثل تحدي بالنسبه للدكاتره الجراحين لمتابعه حالاتهم فيما بعد اجراء العمليات. فبالتالي اصبح للاشعه التشخيصيه دور كبير في تشخيص ومتابعة المضاعفات المتوقعة لحال المرضى فيما بعد التدخل الجراحي لمرضى السمنة.